متحرمش منك يا ام فاطمه، باذن الله هتعبلك نهار فرح بنتك. وعلى ايه يا منعين؟ بس ياكل اكل يعجب العريس. يلا يا ماما شغلي، زمان زغلول جاي. حالا انا اهويا دمار. قولي لي يا هنواه، ايه رايك في الجلابيه دي؟ قمر يا حبيبتي، هتاكل منك حته. يعني اعجب زغلول؟ زغلول ده ايه؟ ده انت تعجبي الباشا يا بنتي. هي الدخله امتى يا منعين؟ عن قريب ان شاء الله يا حبيبتي. يلا يا نعيمي، خدي الصينيه دخليها جوه. حاضر يلا. اخبار ذكر البط ايه يا ام فاطمه؟ خلاص اهو. طيب يا اختي تسلم ايديك. اديني يا ام سوري ادلعوا وريتوا لي، هاتي لي يما يما هاتي لي زغلول. مساء الخير يما. مساء الهنا والسعاده يا حبيبي. زغلول، ايه رايك بقى في الفستان ده؟ كويس اهو. الفستان ده اللي هحضر بيه ليله فرحك. قولي يا زغلول، ما بلاش نهد البيت ونبنيه، نبيضه بس، وانت ونعيمي تقعدوا في الاوضه الجوانيه. مالك؟ مفيش يما. مفيش ازاي يا ضناي؟ ده انت تنهيدتك تفلق الحجر. مرات عمك قالت لك كلمه زعلتك ولا نعيمي؟ حكيم انا عارفاهم كويس. يعني ما رحتش هناك من اصله. ليه؟ دول مستنيينك على الغاده بيطبخوا لك من الصبح. ماليش نفس يما. مالكش نفس ده يا زغلول؟ انت هتفضحنا؟ دول مكلفين نفسهم وذابحين لك. قوم يا حبيبي، روح لنعيمه تتقهر. قوم قوم يا ضناي، قوم واخذ الشيطان. ربنا يهدي سرك يا زغلول. اخر قوي يما، اروح اشوفه ما جاش ليه. يا بنت تقالي بلاش هبل. اطلع على زغلول يما. يا زغلول زغلول. مساء الخير. مساء عليك يا زغلول، اتأخرت ليه كده؟ قلك لي بريت وسخنت وبريت وسخنت تاني. اتأخرت مع جماعة اصحابي على البحيرة. مساء الخير يا مرات عمي. مساء النور. ادخل يا اخويا ادخل. ازيك يا زغلول؟ وازاي امك؟ الحمد لله. يلا يا زغلول بسم الله. امسك يا اخويا. ايه انت عايز عزومه ولا ايه؟ ضمي ده بحالك ذكر بط عتيق وحشاهولك مرتب الزبيب. يا منعيم يا هنيه، انتوا يا اولاد. يوه، وده وقت عم مسعود؟ ما انتيش عايزه حاجه من الدكان يا منعيمه؟ خدي يما. ازيك يا عم مسعود؟ تعال عشان اغرف لك رز. ما هو دي مش رز. ما بتاكلش ليه يا زغلول؟ لا ابدا، اكل. طب خد خد من ايدي. اضربك في وسط ظهرك؟ لا، اديني شويه ميه بس. من عينيا.